السلام عليكم. علاقة الشرعية بالإمارات تعود إلى مربع الصفر، هذه المرة بسبب معركة الحديدة. وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش يعلن إيقاف معركة الحديدة عبر تغريدة في تويتر، ورئيس هادي يوجه بتحريك ألوية عسكرية من عدن إلى الحديدة ويواجه برفض إماراتي. فمن يحكم عدن إذن؟ مما حدث يتضح أن لقاء الرئيس هادي بمحمد بن زايد نهاية شهر رمضان في أبو ظبي لم يكن نتيجة ترتيب لملفات الوضع اليمني أو تعبيرا عن اتفاق جوهري وإصلاح الاختلالات الكبيرة التي كانت قائمة، بل أكبر ما أثمر عنه هو عودة الرئيس هادي إلى عدن، بينما لا تزال الميليشيا المسلحة المدعومة من أبو ظبي قائمة، وما زالت الموانئ الاستراتيجية بيد الإمارات، وما زالت آبار النفط في بلحاف وغيرها بيد الإمارات. واتضح أخيرا من خلال الحديدة أن قرار الحرب والسلم بيد الإمارات. إذن هل نتوقع عودة التوتر بين الشرعية وأبو ظبي؟ وكيف سيؤثر وجود هادي في عدن على هذا التوتر؟ ما مدى احتمالية أن يصل هادي إلى إعفاء الإمارات من التدخل في اليمن، هذه المرة من داخل عاصمته؟ وأين موقع المملكة السعودية في هذا الصراع على السيادة في اليمن؟ وموقع ميليشيا طارق عفاش من هذا الصراع؟ وأخيرا فيما يخص الحديدة، هل يسلم هادي لقرار الإماراتيين بإيقاف المعركة أم يكون له موقف يمني آخر؟ أعزائنا المشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة في المساء اليمني مع ضيفنا في الاستوديو نائب رئيس تحرير المصدر أونلاين الأستاذ علي الفقيه، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا في هذه الحلقة. وتجدد الخلاف بين الرئاسة والإمارات أيضا، وهذا ربما ينم عن كشف أو يفتح باب جديد للصراع. دعنا نشاهد هذا التقرير لنبدأ النقاش بعده. عودة الخلاف بين الرئيس هادي ودولة الإمارات، هذه المرة تحت لافتة الحديدة. مصدر عسكري حكومي قال لموقع المصدر أونلاين إن الخلافات بين الرئيس والإمارات في أوجها بعد أن أعلنت الأخيرة منفردة إيقاف معركة الحديدة دون العودة للرئيس وللحكومة. المصدر قال أيضا إن الرئيس وجه ألوية رئاسية بالتحرك نحو الحديدة للمشاركة في عملية التحرير، لكن الإمارات رفضت بحجة أن مجامع طارق صالح العسكرية ستقوم بالمهمة. أضاف المصدر أيضا أن هذه الخلافات قد تدفع الرئيس هادي إلى إعفاء الإمارات من التدخل في اليمن ورفع الغطاء عن عملياتها. إذن توتر جديد بين هادي والإمارات وصف بأنه الأقوى منذ أزمة سقطرى قبل أسابيع، ويبدو أن ما أصلحته الجلسات الودية بين هادي وابن زايد لا يصل لعمق ما تعانيه المناطق المحررة من ازدواجية في القرار والأدوات. فالإمارات تملك دولة موازية للدولة الشرعية، تشكيلات عسكرية وقوات أمنية ومجلس ظل سياسي، بالإضافة إلى السيطرة على منشآت اقتصادية استراتيجية كبلحاف وموانئ عدن والمخا ومضيق باب المندب. الرئيس هادي من جهته يعقد اجتماعات يومية مع قادة الحكومة ويحاول ترميم البيت الداخلي للدولة بعد هجران طويل يصطدم بمعوقات كثيرة، منها عدم الاستقرار الأمني والسياسي وعدم انتظام عجلة إيرادات الدولة، والأشد من ذلك الألغام التي تضعها الإمارات أمام تعزيز حضور الدولة. بعد هذا اللقاء لم يتغير الوضع كما كان يأمل كثيرون، باستثناء السماح لهادي بالعودة إلى عاصمته عدن. وما دام أن شروط العلاقة لم تتغير فإن الأمل ضعيف بوقوع تغيير على الأرض، الأمر الذي تؤكده الحديدة وستؤكده عدن وأبين وشبوة خلال الأيام القادمة. إذن أستاذ علي، نشر موقع المصدر أونلاين عن معركة الحديدة والتي فجرت خلافا كبيرا بين الرئيس هادي والإمارات، ربما تصل إلى وقف عمليات التحالف حسب ما يعني يتابع محللون. قبل الحديث عن مضمون ما نشير أستاذ عليه، هل نستطيع القول بأن معركة الحديدة لا تزال مستمرة؟ أولا تحية لكم المشاهدين الكرام. أعتقد أنه معركة الحديدة لا تزال مستمرة، حتى وإن توقفت بطابعها الهجومي نحو المدينة أو التقدم عما كان وصلت إليه في المطار والدوار والمنصة، إلا أنه هذا التوقف لن يدوم طويلا. وأعتقد أنه سواء كان قرار الإيقاف من التحالف بشكل فردي أو قرار مشترك بين الحكومة الشرعية وبين التحالف، إلا أنه ربما يكون الهدف منه بشكل أكبر هو إعطاء أو تقديم رسائل للأمم المتحدة والأطراف الدولية الراعية لعملية السلام في اليمن، أن الحكومة الشرعية وأن التحالف حريص على
يعني تحقيق الأهداف دون إدخال مدينة الحديدة في حرب، دون تعريضها للتدمير، وأنه بالإمكان إعطاء فرصة للمبعوث الأممي لإقناع أو للضغط على ميليشيات الحوثيين للانسحاب من المدينة وتسليم الميناء حتى يتم تجنيبها الدمار، خاصة وأنها تعتبر الآن الشريان لما يزيد عن 70% من السكان، سواء البضائع التجارية أو المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تصل عبر هذا الميناء. بالتالي لن يتم هذا التوقف أو لن يدوم هذا التوقف كثيرا. بالنسبة للمعارك والمناوشات جنوب الحديدة، ونحن نتحدث عن المساحة الممتدة ما بين مطار الحديدة وبين مدينة حيس وتحيتة وعلى الخط الساحلي جنوب الحديدة، أعتقد أنها مستمرة بشكل أو بآخر بشكل يومي، لأنه حتى وإن توقفت قوات الحكومة الشرعية والتحالف عن الهجوم فإن ميليشيات الحوثي لن تتوقف، لأنها تمارس بشكل يومي هجمات لمحاولة قطع الخط أو قطع طريق الإمداد الذي يصل بين الحديدة وبين المدن الواقعة جنوبها. نعم، إذن لو تحدثنا عن طبيعة الخلاف الذي حدث بين هذه الإمارات هذه المرة. أعتقد أن الخلاف أمر طبيعي جدا وارد، ونحن نخوض معركة اليد الطولة فيها واليد الأقوى هي للتحالف بالتأكيد، لأنه هو الذي يملك المال، هو الذي يملك السلاح، ونحن أمام سلطة شرعية وحكومة فاقدة الأدوات وفاقدة مصادر القوة المادية. عندما نتحدث عن رئيس وحكومة أو الرئيس بشكل أدق غائب عن البلد لما يزيد عن عام، الحكومة متواجدة بشكل متقطع ووجودها أيضا بشكل غير مؤسسي وغير فاعل، مما أدى إلى إضعافها خلال الفترة الماضية وإضعاف دورها وحضورها من خلال قدرتها على تحريك التشكيلات العسكرية، من خلال قدرتها على إدارة غرفة العمليات وإدارة المعارك منذ فترة طويلة. وبالتالي أن يكون الرئيس موجودا والحكومة موجودة داخل العاصمة عدن ويكون هناك خلاف بين الرئيس وبين التحالف هو أقل ضررا من أن يكون الرئيس والحكومة مغيبين تماما خارج البلد والتحالف يدير العمليات بمنأى عن السلطة الشرعية. أنا مع أنه هذا الخلاف سيستمر ما دامت العمليات مستمرة وما دامت وجهات النظر متباينة إلى حد كبير، وأيضا في أحيان كثيرة تتقاطع المصالح. أليس هذا الخلاف يعد خلاف غريب؟ يعني ربما هناك من يرى أنه خلاف غريب وحوار تفرضه ضرورة التحالف وليس الأهداف المشتركة. الهدف هناك أهداف معلنة التي دخل من أجلها التحالف في البداية، ومن خلال متابعة الأداء وأيضا مع طول الوقت ومرور عدة سنوات على بدء العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن، هناك حصلت تفرعات وحصلت خروج كبير عن هذه الأهداف، وبدأ التحالف يشكل رؤية خاصة لإدارة الوضع وإدارة العمليات العسكرية في اليمن. وعندما نأخذ مثلا إدارة الإمارات لمحافظات جنوب اليمن وللعمليات العسكرية الحادثة في جنوب اليمن وجنوب غرب، إذا ما تحدثنا عن امتداد هذه العمليات إلى جنوب الحديدة، فقد باتت بشكل ما طرف يدير العمليات بشكل أحادي، وهذا بالتأكيد سيوسع الهوة وسيوسع الفجوة، لأنه تتشكل لدى قيادة القوات العسكرية الإماراتية رؤيتها لإدارة المعارك بمنع عن الحكومة العسكرية. وللأسف الشديد أنه غياب التنسيق خلال الفترة الماضية وغياب أو عدم وجود غرفة عملية فاعلة وحقيقية تتخذ قرار مشترك بشأن العمليات يجعل القيادات العسكرية تذهب إلى نقاط وخطوط أبعد مما تتصور الحكومة اليمنية، ويجعل حضورها في اتخاذ القرار ضعيفا، لأنه التحالف هو الذي أشرف على تشكيل الألوية، هو الذي يمول، هو الذي يقدم لهم السلاح. وبالتالي نتخيل القادة العسكريين الذين يديرون هذه المعارك ممن سيتلقون تعليماتهم، وهل هناك مثلا غرفة عمليات تابعة لهيئة الأركان أو للمنطقة العسكرية الرابعة تحضر فيها القيادات العسكرية اليمنية إلى جانب القيادات العسكرية الإماراتية ويتم اتخاذ القرار بشكل مشترك؟ بحسب معرفتي أن هذا الأمر يكاد يكون منعدم. حضور المنطقة العسكرية الرابعة هو ينتهي نطاقها الجغرافي في المخا، بينما تدخل الخوخة وجنوب الحديدة في اختصاص المنطقة العسكرية الخامسة. المنطقة العسكرية الخامسة مغيبة تماما، لدرجة أن قائد المحور أو قائد محور الحديدة الذي هو يتبع المنطقة العسكرية الخامسة ليس له أي حضور في هذه المعارك، هو للتو وصل إلى عدن قبل حوالي أسبوع، إلى عدن وليس إلى الحديدة. وبالتالي فهذه العملية العسكرية تدور بمنأى عن قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، وربما بشكل
كامل عن رئاسة هيئة الأركان وقيادة الجيش بشكل عام، خاصة أن هذه القوات التي تدير العمليات في جنوب حديدة تضم قوات لا تعترف أساسا بالحكومة الشرعية. نحن أمام يعني مشهد مجزأ ويعني متناثر، ليس كتلة واحدة، وهذا مما قد يشكل نقاط ضعف لقوات الحكومة والتحالف. القبول ذاتا يعني أو من السابق بوجود هذه الألوية التي لا تعترف بالشرعية من قبل الرئيس هادي، هل كان منطقيا يعني؟ في اعتقادي أنه ليس منطقي، لكن هل أساسا هم ينتظرون موافقة الرئيس هادي على دخول هذه القوة أو تلك؟ هو منذ يعني خروج طارق صالح من صنعاء وبدأت الأخبار عن يعني تشكيل نيته تشكيل قوات عسكرية وعودته إلى عدن، كان هناك تصريحات رسمية بأنه يعني لا يسمحون بتشكيل أي قوة خارج مؤسسات الدولة. لكن وبما أن هناك تجربة سابقة لدى الإمارات في تشكيل ألوية ووحدات عسكرية وتشكيلات عسكرية وأمنية خارج مؤسسات الحكومة الشرعية، فقد يعني استنسخت نفس التجربة في معارك الساحل الغربي، وجاءت قوات طارق صالح خارج هذه التشكيلات، وبالتالي أصبح الشاذ مع مرور الأيام تعاملوا مع الناس وكأنه أمر طبيعي، وأصبح كثير ممن يعني من المتابعين أو على الأقل من الأوساط الشعبية وحتى أوساط النخب يقولون نحن مع أي قوات تواجه الحوثيين، إنما مع مرور الزمن تصبح هذا الوضع يصبح مشكلة إذا لم تندمج هذه القوات كلها وتسير في نسق واحد وتعمل ضمن خطة واحدة تشرف عليها الحكومة وتشرف عليها الرئيس. الآن عودة الرئيس والحكومة إلى عدن يجعلهم يدركون مدى عمق الخلل الموجود في أداء القوات العسكرية، في مدى مشاركة السلطة الشرعية صاحبة الحق وصاحبة الأرض في اتخاذ القرار وفي إدارة العمليات العسكرية. لأنه بصراحة أنا مثلا يعني مواطن يمني ومتابع، عندما أسمع لخبر إيقاف العمليات العسكرية في الحديدة من أنور قرقاش الذي هو وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، ولا أسمعها مثلا من رئيس هيئة الأركان اليمني أو من رئيس أو من قائد المنطقة العسكرية أو على الأقل من رئيس الحكومة اليمنية، هو أمر شاذ وغريب. لأنه يفترض أن يعني أنت المعني، وهؤلاء جاءوا بدعوة منك، هم قوات. نحن عندما ننشر الأخبار نقول قوات الحكومة الشرعية مسنودة بقوات التحالف، هنا بدل عكسيا يعني هم أصحاب البيت ونحن الضيوف. نعم، نتحدث عن هذه النقطة أكثر أستاذ علي، ولكن بعد أن ينضم معنا الكاتب والصحفي عبد العزيز المجيدي. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك مجددا أستاذ عبد العزيز. يحضر الخلاف بين الرئاسة والإمارات لتشكيل ربما فصل جديد من هذا الصراع، برأيك إلى ما سينتج مثل هذا الصراع؟ حتى الآن ليس هناك أي مؤشرات يعني بتصريحات رسمية أو حتى مؤشرات من خلال تصرفات حكومية معينة بتقول بأن هناك خلاف كبير بين الإمارات والرئيس هادي. على العكس من هذا، خلال اليومين الماضيين مثلا كان هناك تصريح أو لقاء لوزير الخارجية بالسفير الإماراتي، وكانت صيغة وكالة الأنباء الرسمية سبق تتحدث عن اتساق موقف الحكومة الشرعية. منذ متى وهم يعلنون عن هذا الصراع أستاذ عبد العزيز؟ اسمح لي. وكان غريب، وأدعيني أكمل فقط هذه النقطة، وكان غريب أن يتم تقديم الأمر بهذه الصيغة، اتساق موقف الحكومة اليمنية مع التحالف، وهو إلى حد ما يظهر حالة التبعية التي وقعت فيها الحكومة اليمنية مع التحالف وتحت هيمنة القوات الإماراتية تحديدا. الإمارات تتطرف على هواها منذ أن بدأت العمليات العسكرية في مارس 2015، والكل كان يدرك بأن وجود الإمارات كطرف داخل التحالف بالتأكيد سيفخخ المشهد من داخله، وبما أن هذه الدولة لديها أجندة خاصة متعلقة بحسابات النفوذ والسيطرة على السواحل وبعض المناطق مثل الميناء الحيوي والاستراتيجي الهام كميناء عدن، الذي يمكن أن يشكل إلى حد كبير قلق وصدع للإمارات فيما يتعلق بالمنافسة مع ميناء دبي وأيضا حتى أبو ظبي. لكن في النهاية ما يحدث دائما كان ينتهي لمصلحة أن تقرر قوات التحالف ما تريد على الأرض، الحرب
وعملية ما يسمى بالسهم الذهبي التي انطلقت في الحديدة أعلنتها أيضا القوات الإماراتية وأعلنتها الإمارات بشكل رسمي، مثل ما أعلنتها الإمارات بشكل رسمي أيضا يتم إعلانها على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش. هناك شكل من الترحيل للأزمات والصراعات والمشاكل مع الإمارات، في النهاية ستفاقم وضع السلطة الشرعية وسيزيد الاختلال خلال الفترات المقبلة بشكل أكبر. نحن الآن بصدد تشكيلات وأذرع مسلحة متعددة الولاءات، لا نعلم إلى أين سينتهي الأمر. قوات بالإضافة إلى القوات التي تشكلت خلال الثلاث سنوات الماضية من الحرب في المناطق الجنوبية، تنضم الآن إليها تشكيلات ميليشياوية تتبع طارق عفاش المتهم بارتكاب جرائم حرب بحق اليمنيين، وهذا الرجل يلعب دورا مشبوها حتى اللحظة. كثير من هذه القوات التي وصلت بالآلاف إلى عدن دون أن تتعرض إلى أي إعاقة من قبل الحوثيين، بينما القوات الحوثيين اختطفت واحتجزت مدرسين جامعيين في الطريق إلى عدن. هذا يضع كثير من علامات الاستفهام أمام الدور الذي تلعبه هذه القوات، ومع هذا تحظى بدعم كبير من قبل الإمارات التي ترفض أن تقدم حتى عربة عسكرية واحدة لمحافظة تعز، بينما مدت ميليشيا طارق الحوثي بالعشرات من العربات العسكرية وكانت نعم. أيضا بصدد تجهيزه للدخول باتجاه محافظة تعز. نعم، هل نتوقع أن هذا الصراع غير المعلن، يعني إذا ما شئت، يعني أنه لم يتم التصريح به رسميا كما قلت، لكن هل يمكن لهذا الصراع أن يعيق دخول الحديدة؟ يا سيدتي، معركة الحديدة هي معركة يعني كما يقال معركة ربما محاولة للمبارزة الإعلامية بدرجة رئيسية والسياسية، ليست إذا كان هناك هدف مهم ورئيسي بالنسبة لقوات التحالف هو فقط السيطرة على الميناء تحديدا، وهذا ما تحدثت عنه وكالة رويترز قبل أيام عندما قالت بأن التحالف العربي قدم تعهدات للمجتمع الدولي بأنه لن يتم اقتحام المدينة وأنه سيتم فقط السيطرة على الميناء. هذه الطريقة في التعامل مع المسائل الحربية وأيضا فيما يتعلق بمصير البلد تشير بشكل واضح بأن عملية الحديدة حتى إن استمرت، ولا أعتقد أنها ستستمر مع زيادة الشد فيما يتعلق بالتنافس بين القوات، قالت الشتات للسلطة الشرعية في التعامل مع الملف العسكري، هذا بالتأكيد سيضيف أوراق كثيرة للإمارات وهي قادرة على اللعب بهذه الأوراق وممارسة ما تريده من مستغلة ضعف القوى ضعف السلطة الشرعية التي تواصل حتى الآن التغاضي عن كثير من الإشكالات الخطيرة وهي إشكالات استراتيجية تتعلق بالسيطرة على الملف العسكري والأمني. تصوري أنت ما الذي سيبقي الرئيس لنفسه عندما يترك الملف العسكري والأمني خارج سيطرته وهو شأن سيادي محض، كيف سينتهي الأمر؟ الأمور واضحة بالنسبة للحرب في الحديدة، هي تستخدم فقط للشد بين الجانبين، وكان الإماراتيون إلى حد كبير واضحون قبل بداية الحرب عندما تحدثوا بأن هذه العملية العسكرية هي بهدف المجيء بالحوثيين للمفاوضات، ليس مطلوبا حتى يبدو بالنسبة للاستراتيجية التي تجسدت وتأكدت خلال الفترات الثلاث سنوات الماضية للتحالف بأن هزيمة الحوثيين لا ليس مطلوبا، هزيمة الحوثيين بالتأكيد مطلوب إضعاف هذه القوة وخلق ترويكة يمنية ضعيفة تساهم فقط بتمكين القوى الإقليمية المسيطرة ولممارسة سيطرتها على البلد، وبالتالي نحن بصدد إذا كان هناك بالفعل عملية محاولة لأن تكون هذه لحظة فارقة هو أن يتم التأكيد بدرجة رئيسية من قبل السلطة الشرعية على مسألة أن يكون هناك قرار سيادي خاص فيما يتعلق بجانب الأداء العسكري والقوات العسكرية على الأرض. يجب أن تكون هناك غرفة عمليات عسكرية تديرها هيئة الأركان ووزارة الدفاع. أما ترك المسألة فقط بيد أنور قرقاش والقوات الإماراتية وقائد التحالف في عدن، فبالتأكيد الأمور ستمضي بالاتجاه الذي تريده وتقرر القوى الإقليمية التي تسعى بالتأكيد إلى تثبيت مجموعة مصالح على حساب مصالح اليمنيين، وهي لا تكترث لعقبات ومشاكل اليمنيين خلال الفترة الماضية. إذن شكرا جزيلا لك عبد العزيز المجيد الكاتب والصحفي، كنت معنا
عبر الهاتف، وعودة إليك أستاذ عبد أستاذ علي. أستاذ علي، يعني من الواضح أن الرئيس يريد أن يحضر في معركة الحديدة بقوة، خاصة بعد يعني توجيهه بتحريك ألوية عسكرية من عدن إلى الحديدة، ولا يريد ترك الباب مفتوحا للإمارات لتكرر ما صنعته في عدن. هل ترى أن ذلك مجدي أو أنه قادر على هذا الفعل؟ هناك فرق بين الرغبة وبين الممكن. الرئيس قد يكون يريد ذلك، لكنه هذا الأمر يحتاج إلى إصرار وإلى تصميم وإلى يعني حضور دائم، وجود الرئيس في المشهد، وجود الحكومة أيضا، إعادة ترتيب أوضاع الجيش التابع للمؤسسات الرسمية الذي يبدو يعني إلى حد ما ليس بالصورة التي عليها القوات الممولة والمدعومة إماراتيا. أعتقد أنه أيضا هذا الأمر بالإضافة إلى دخول الدور السعودي لتنسيق هذه الجهود وللتوفيق توفيق الآراء، على اعتبار أنها هي قائدة التحالف في اليمن، وبالتالي وجود السعودية كطرف هو المعني الرئيسي بموضوع اليمن، إذا ما تدخل ويعني أقنع الإماراتيين بضرورة وجود أو حضور الدولة اليمنية والسلطة الشرعية في هذه المعارك، أعتقد أنه أمر ممكن. لكن إذا كان الأمر مجرد يعني رغبة ويطرح بشكل ضعيف، وهناك يعني عدم إصرار على انتزاع الحكومة أو السلطة اليمنية لحقها، أعتقد أنه لن تنال هذا الأمر بسهولة، وستمضي ستستمر الاختلالات على ما هي عليه، وربما أيضا يؤدي إلى أن نرى الرئيس مرة أخرى وقد غادر عدن يعود إلى. نعم، هناك من يقول أصلا يعني أنه هل هو قادر على اتخاذ قرارات من عدن وهو ما يزال مقيدا في المعاشيق؟ هو رئيس شرعي للبلد، وهو صاحب يعني الحق، صاحب السلطة الشرعية. إذا كان قويا وعنده إصرار على انتزاع هذا الحق وعلى ممارسة مهامه كرئيس للجمهورية اليمنية، أعتقد أنه ليس أمام الحلفاء سوى الاستجابة لهذه الإرادة. لكن إذا كانت كما قلت لك رغبة يعني يطرحها بشكل ضعيف أو ينتظر للآخرين أن يمنحوه هذا الحق، فأعتقد أنه الأمر سيستمر على لن يحصل شيء مما يرغب فيه أو نتمناه نحن، أن نرى الدولة اليمنية هي صاحبة الرأي الأول، وأن يكون يعود التحالف إلى موقع المساند وليس إلى موقع الفاعل الأساسي في المشهد اليمني. لو تحدثنا أنه بدون الإمارات أستاذ علي، على مستوى التكتيك والهجوم أيضا، هل يمكن خوض المعركة منفردا؟ منفردا أعتقد في هذه اللحظة ليس ممكنا، لأسباب عدة، أهمها أنه السلطة الشرعية أو الحكومة اليمنية لا تملك الإمكانات الكافية لخوض معركة، ليس لديها من التسليح ولا من التمويل ما يمكنها من خوض هذه المعركة، خاصة ونحن نعلم أنها غير قادرة حتى على شراء أسلحة، لأن اليمن داخلة تحت البند السابع ومحظور توريد الأسلحة للحكومة اليمنية، وهي خلال الفترة الماضية ليس لديها إلا ما تبقى بيد الألوية التي يعني لم يصلوا إليها الحوثيين، خصوصا إذا ما تحدثنا عن ألوية كانت موجودة جنوب شرق اليمن في مناطق لم تصل إلى الحوثيين، أو ما تم استعادته أو السيطرة عليه من العتاد الذي يعني تركوه الحوثيين من المناطق التي هزموا فيها. وبالتالي وجود التحالف في هذه اللحظة، وجوده وتحركه وفق الأهداف المعلنة، وفق البدايات الأولى لعملية التنسيق الكامل والمستمر بين الحكومة اليمنية وبين التحالف، هو أمر مهم لإنجاز المعركة. لكن كما ذكر الزميل عبد العزيز المجيدي، لابد أن يتم هذا الأمر وفق صيغة واضحة ليست خارجة عن المؤسسات الشرعية، خصوصا عندما نتحدث عن المؤسسة العسكرية. وجود ألوية عسكرية تابعة لمؤسسة عسكرية واحدة تتبع غرفة عمليات وتتبع هيئة الأركان بشكل يعني موحد، فأعتقد أنها ستكون مشكلة مؤجلة لما بعد المعركة، حتى لو افترضنا أنها حققت إنجازات في الوقت الحالي وتمكنت من دخول الحديدة. لكن عندما كما ذكر الزميل مجيدي أنهم يريدون تحرير الميناء بدون اقتحام مدينة الحديدة، أعتقد أن هذا يعني أمر لا يمكن أن يتم إلا في الخيال، لأنه نحن نعلم أنهم الآن في جنوب الحديدة والميناء شمالها تماما أو شمال غرب المدينة، يعني لابد أن تمر على يعني امتداد المدينة بالكامل حتى تصل إلى الميناء، بالتالي هذه لابد أن تتم
وفق خطة ورؤية عسكرية شاملة بعيدا عن المناورات التي يجريها الحوثيون والضغط الذي يحدثوه عبر الأمم المتحدة ومحاولة توقيف المعركة لاستغلال الوقت وتجهيز أنفسهم عسكريا أو التقاط أنفسهم بعد أن كانوا فعلا في حالة انهيار. نعم، إذن اسمح لنا أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال هذا الحوار. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب، يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم، البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة اخرى استاذ علي. استاذ علي، يعني غير فكرة يعني أنت قلت بأن الحكومة ليست مسلحة، ليست قادرة حتى على خوض هذه المعركة وحيدة، وهناك أيضا أن الفارق الناري الحقيقي في المعركة هو حضور الطيران، يعني لا يمكن عمل توازن حقيقي في المعركة دون الطيران. السؤال يعني أين المملكة العربية السعودية من هذا كله؟ المملكة العربية السعودية هي موجودة، لكن فيما يتعلق بمعركة الساحل الغربي هي وكأنها سلمت هذا الملف، أو ليس كأنها، إنما الحقيقة تقول أنهم سلموا هذا الملف للإمارات، والتي كانت في وقت سابق وصلت أشرفت على المعارك التي وصلت إلى المخاء، وهي الآن ممسكة بالملف بشكل كامل. القوات التي تقاتل في الأرض هي قوات بالتأكيد يمنية، لكن الأعتاد والتسليح والذخائر والتمويل هو إماراتي. إنما رغم هذا كله يفترض أن تظل الإمارات في دور المساند، لأنه غير ذلك يعني يصبح هناك اختلال كبير، والمعركة تصبح تخرج عن نطاقها الوطني إلى يعني نطاق آخر قد لا يحقق النتائج المرجوة. نعم، إذن أستاذ علي، ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور علي العبسي، الباحث والمحلل السياسي من برلين. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. أستاذ علي، ما هي قراءتك لأسباب وتداعيات الخلاف التي نشأت بين هذه والإمارات؟ هو خلاف قديم جديد، يعني يتكرر منذ فترة. يعني دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل في اليمن بمعزل تماما عن الحكومة الشرعية، هي لا تقيم لها وزنا، وحتى أعتقد أنها لا ترغب في التعامل معها. دولة الإمارات العربية المتحدة دخلت إلى اليمن ليس باتفاق مع الحكومة الشرعية. نعم. دولة الإمارات دخلت إلى اليمن باتفاق مع المملكة العربية السعودية، ولذلك هي معنية أكثر بعلاقتها مع المملكة وليست معنية بالحكومة الشرعية، وهذا هو أكثر ما تأخذ عليه الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية ترى أنها صاحبة الحق الأساسي، هي صاحبة القرار، وهي من يحق لها تحديد من يشارك من لا يشارك. دولة الإمارات العربية المتحدة ترى غير ذلك تماما، لا ترى أن لديها أي التزام من أي نوع سياسي أو أخلاقي تجاه الحكومة الشرعية. هي أتت بمقتضيات تحالفها مع المملكة العربية السعودية، ولم تأتي إلى اليمن بمقتضيات تحالفها أو اتفاق مع الحكومة الشرعية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أنا أعتقد مسألة الخلاف في موضوع معركة الحديدة أو معركة تحرير الحديدة قائم على أساس أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترغب في أن تنتزع اعترافا دوليا بدورها في المعركة. نحن نعلم أن المجتمع الدولي يرى إلى أن الصراع هو صراع محلي، وصراع قائم بين جماعة الحوثيين وبين الحكومة الشرعية التي يمثلها الرئيس هادي. دولة الإمارات العربية المتحدة ترى أن من حقها أن يكون لها قرار أيضا في هذا في مسألة التسوية، وهي تحاول انتزاع اعتراف دولي بهذا النفوذ وبهذا الدور في اليمن بمعزل تماما عن الحكومة الشرعية أو الحوثيين. هي ترى أنها طرف مؤثر
وأنا على المجتمع الدولي وأنا على الأمم المتحدة أن تعمل حسابها أيضا في هذا الشأن. نعم، هل القرار العسكري وإدارة ملف المعركة برأيك هل يستطيع هادي انتزاعه من يد الإمارات؟ أعتقد هذا غير واقع، يعني القضية ليست رغبة أو يعني هي بالفعل قدرة، يعني وعلينا أن نرى أنه أوكي هناك قوات تتبع أو يتبع ولاءها نظريا، يعني نظريا للرئيس هادي، لكن القوة المؤثرة المخططة القوة الجوية الحاسمة جدا في المعركة. أنا نعلم أن القوة الجوية هي القوة الحاسمة في معركة الساحل، ومسألة الإمدادات ومسألة التموين بالذخائر والتموين العسكري كلها تديرها الإمارات العربية المتحدة. نعم، لماذا دكتور علي، يعني لماذا يعني لا يستطيع هادي أن يعني ينتزع هذا القرار العسكري والجيش بيده والأرض ملكه أيضا وهو موجود هناك، إن كان على يعني ربما ما ينقصه أو باستثناء التسليح الناري التحالف هو ملزم به، يعني لماذا لا يستطيع اتخاذ قرار يعني كف الإمارات عن كل هذا التدخل وسحب يعني ما بيدها؟ ليس لديه بديل، يعني علينا نعترف أنه ليس لدى الحكومة الشرعية بديل. خلال فترة الثلاث سنوات الماضية التحالف العربي منع الحكومة الشرعية من بناء جيش وطني حقيقي. الموجودة الآن هي عبارة عن قوات منتظمة بطريقة أو بأخرى، لديها تسليح خفيف ومتوسط يعني بالكاد، لا توجد لديها دبابات، لم يتم إعادة بناء سلاح الطيران اليمني، يعني الغرابة خمس سنوات ونصف ولم يتم إعادة سلاح الطيران رغم أن هناك طائرات ما زالت موجودة لدى الجيش اليمني. السلاح البحري اليمني لم يعد بناؤه. القوات الموجودة أيضا تسليحها عبارة عن تسليح متوسط، لا توجد دبابات، لا توجد مدرعات حديثة، لا توجد حتى المدرعات التي يتم يعني منحها من قبل القوات الإماراتية أو حتى السعودية للجيش اليمني، محدودة العدد وضمن مهمات معينة وضمن جبهات معينة. القرار هو مخطط، القرار أن لا يكون لدى الحكومة الشرعية ولا أن يكون رئيس هذه قدرة فعلية على أرض الواقع للأخذ الزمام المبادرة وإدارة المعركة حقيقيا. نعم، يعني هذا قرار واعي وقرار مخطط له من التحالف العربي. إذن كيف انقلبت المعادلة دكتور علي؟ يعني الأستاذ علي الفقيه ضيفنا هنا في الاستوديو يقول نحن عادة في الأخبار نستخدم تقدم الجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف، الآن اقتلبت المعادلة تماما، إن لم يكن يعني اختفاء لدور الجيش الوطني إلا فيما ندر، ما هو تفسيرك؟ الجيش الوطني هو موجود على الأرض، من يسيطر على الأرض هو الجيش اليمني، لا القوات اليمنية هي من سيطر على الأرض، لكن من يدير المعركة كلها، من يقدم الدعم اللوجستي، من يخطط، من يقدم المعلومات، من يقدم الإمداد، هي قوات التحالف العربي وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة. هذه مسألة يعني منذ فترة تتم ذلك، الذين يقاتلون على الأرض، الذين يواجهون النيران، الذين يستشهدون، الذين يقتلون في المعركة، الذين يسيطرون على الأرض، هي القوات الجيش اليمني، هم المقاتلون اليمنيون. لكن الحرب ليست فقط مقاتل فقط، ليست الحرب هي أكبر من ذلك بكثير. الحرب هي إمكانيات عسكرية، الحرب هي تخطيط، الحرب هي دعم لوجستي، هي إمداد، وللأسف الشديد التحالف احتكر هذا الإمدادات ومنع الحكومة الشرعية من بناء جيش حقيقي. يعني نحن لدينا هيكل جيش، لا يمكن الآن في اليمن لا يمكنك أن تتحدث عن جيش حقيقي بمعنى الجيوش الحديثة. نعم، لدينا قوات ألوية، جنود، أفراد منتظمين في تشكيلات عسكرية تحمل أسماء معينة، لكن هل لديها فعلا القدره الدعم اللوجستي؟ هل لديها القدره على التموين؟ هل لديها القدره على العمل الاستخباراتي وجمع المعلومات؟ ليست لديها، هي عباره عن احجار في شطرنج، ومن يحركها هي التحالف العربي. نعم، استاذ الدكتور علي، يعني هناك من يتساءل بان هل الحديده قد تحسم معركه الصراع مع التحالف قبل ان تحسمها مع الميليشيا؟ لا أعتقد ذلك، ما تزال الحكومة اليمنية للأسف، والوضع كما أكرر لك أن الحكومة اليمنية ما تزال بحاجة التحالف العربي، يعني هكذا هو تم الحكومة اليمنية حتى الآن. لو تخلينا مثلا، لو تخيلنا مثلا أن الإمارات العربية المتحدة غادرت اليمن الآن لأي سبب أو كان، رغم أن ذلك غير واقعي وغير يعني وغير يعني معتقد وغير محتمل، لو تخيلنا الإمارات ذهبت ماذا ستمتلك الحكومة؟ هي لا تمتلك شيء، لا تمتلك شيء فعلا، يعني حتى على مستوى ليس فقط الجيش، حتى أجهزة الأمن، حتى على مستوى العمل المدني نفسه، العمل الإداري المدني،
للأسف الشديد لم تتم إعادة بناء الدولة اليمنية. الدولة اليمنية تم تدميرها تماما، أو ما بقى منها تم تدميره تماما لمصلحة عمل ميليشياوي، لعمل جهوي، لعمل مجموعات صغيرة هنا وهناك متحركة الولاءات، ولم يتم إعادة بناء دولة بمعنى الدولة. للأسف الشديد إذا تم انسحاب التحالف العربي فإن الحكومة اليمنية ستعاني، وربما سنرى عودة قوية للحوثيين إلى مناطق تم إخراجهم منها. هناك حاجة من الحكومة الشرعية للتحالف العربي في هذه المرحلة. هل سيتم في المستقبل إدارة هذا التعاون؟ هل ستحاول الحكومة اليمنية فعلا أن تبني جيش، أو أن تحاول أن تبني جيش، أو أن تحسن ما لديها من قدرات الدولة؟ هذه مسألة أعتقد صعبة أن نتوقع أنها ستحدث في القريب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. لو تحدثنا أستاذ علي بآخر نقطة التي تحدث عنها الدكتور علي، وهي محاولة بناء جيش حقيقي، يعني ربما منذ بدء معركة الحديدة تساءلت مع أحد القادة العسكري لما تأخرت معركة الحديدة حتى الآن، قال يعني الآن بعد 3 سنوات تم بناء جيش قوي، جيش مدرب، جيش وطني حقيقي، ولكن للأسف الشديد فعليا ليس مسلحا التسليح الكافي. هل استوعبت الحكومة الشرعية الآن أن خلال هذه المعركة أو خلال هذه السنوات فعل يعني هي لا تمتلك السلاح الكافي لمواجهة ميليشيا الحوثي وحيدة؟ بالتأكيد، لأنه الحكومة نحن كما نعلم أنه خلال أو ما بعد الانقلاب استولى الحوثيون بشكل كامل على سلاح الدولة، والجيش الذي يقاتل اليوم هم في الغالب كانوا أساسا جزء من الجيش اليمني، عاد الأفراد، لكن العتاد صودر أو دمر بعد بدء الانقلاب. بالنسبة لاحتياج الحكومة للتحالف، هي محتاج، اليمن محتاجة لجيرانها اليوم وغدا وفي المستقبل. وفيما يتعلق ببناء الجيش، هم أيضا لن يبنى الجيش إلا بمساهمة ومساعدة التحالف. الناس فقط يتحدثون عن إقامة علاقة طبيعية وسوية ومتكافئة بين اليمن وبين جيرانها، حتى يتمكنوا من تقديم شيء حقيقي لليمن، سواء في حالة الحرب أو في حالة السلم، لأنه في النهاية الدولة تعرضت لتدمير كامل، البلد يعني منهار، ويعني البنية التحتية انهارت، فالاحتياج قائم وكبير للمساعدة ومساندة الجيران لليمن. لا تستطيع الحكومة اليمنية الآن أن تمتلك سلاح، لا تستطيع أيضا أن تشتري سلاح. نحن يعني في وضع دولي وإقليمي كله لا يساعد أو لا يدعم هذا الجانب. المحتاجون بشكل حقيقي للتحالف، لوجود التحالف، إنما كيف أداء هذا التحالف، على أي أساس يتم يجري عمله على الأرض، كيف العلاقة بينه وبين الحكومة الشرعية، إلى أي مدى القادة العسكريون اليمنيون يساهمون في اتخاذ القرار وفي رسم الخطط وفي الإشراف على تنفيذها على الأرض، لأنه كما ذكر ضيفك الجنود الذين يقاتلون هم يمنيون، والذين يستشهدون هم يمنيون، وفي معظمهم يمنيون يقاتلون من أجل العودة إلى منازلهم، من أجل العودة إلى قراهم وإلى بيوتهم لممارسة حياتهم الطبيعية، لأنه جاءت الميليشيات ونفذت انقلاب شتتت اليمنيين ووزعتهم على المنافي وشردتهم من بيوتهم، بالتالي الشعب اليمني يخوض بشكل كامل، سواء الذين يقاتلون أو الذين يساندون أو الحاضنة الشعبية التي تستقبلهم في المدن، هم يخوضون ملحمة لاستعادة هذا الحق. وبالتالي سواء يعني أو على الرغم من كل الاختلالات القائمة، المعركة ستمضي، وحتى وإن تعثرت اليوم ستبدأ غدا. الفارق الوحيد هو المدى الزمني والكلفة التي سندفعها من أجل عودة الدولة اليمنية ومن أجل استقرار الوضع في اليمن. نعم، برأيك أستاذ علي، هل ترمي الإمارات بالثقل لهادي لأنه لا يمكن له الوقوف في مواجهة العالم والضغوطات الدولية، خاصة يعني أنها شريك في محاربة الإرهاب، لديها أجندتها الخاصة وتوجهها أيضا الذي لا يمكن خسارته في مقامرة باليمن؟ لو لاحظتي وتابعتي خلال الفترة القصيرة الماضية، عندما اتخذ القرار لخوض معركة الحديدة بدأ التقارب بشكل سريع بين الرئيس والإمارات، على الرغم أن الجهود السعودية المبذولة في هذا الجانب من وقت طويل، لكن في النهاية كان لزاما على الإمارات لكي تبدأ معركة الحديدة أن يكون لديها غطاء شرعي،
وهذا الغطاء الشرعي لن يتم إلا عن طريق السلطة الشرعية. ولاحظنا على الفور وصول وزير الخارجية الإماراتي إلى الرياض لمقابلة الرئيس هادي، في اليوم الثاني زيارة للرئيس إلى أبو ظبي والتقائه بمحمد بن زايد، ومن ثم تبعتها العودة إلى عدن. في هذه الحالة يعني يتضح لنا إلى أي مدى أنه التحالف والإمارات مهما امتلك من قوة مادية هو في النهاية محتاج للغطاء الشرعي الممثل في الرئيس وفي الحكومة. على هذا الأساس يحضر الرئيس وعلى هذا الأساس تحضر الحكومة، إنما نحن نعول أنه بقائهم، إصرارهم على ممارسة حقهم، أيضا إدراكهم للمعركة وإدراكهم استعادتهم للشعور أنهم أصحاب القضية هو من سيعيد التموضع للحكومة الشرعية وسيضبط علاقتها مع التحالف ليعود التحالف إلى موقع المساند والداعم من خلال التسليح والتمويل ومن خلال يعني خاصة إذا ما تحدثنا عن سلاح الجو الذي هو الحاسم في معركة الحديدة ذات الأرض المفتوحة. نعم، إذن هل تتوقع أيضا أن السعودية تدفع بدعم هذه عبر قوات لمنع الإمارات من الاستفراد بالحديدة كما حدث في عدن؟ القوات التابعة للرئيس هادي في عدن بدأ أول لواء وصل إلى الساحل، وأعتقد أنه المساحة الطبيعة الجغرافية التي تدور فيها الأرض التي تدور فيها المعركة أو جغرافية المعركة تستدعي أكبر عدد ممكن من الجيش، وبالتالي هذا يجعل الاحتياج قائم لأي ألوية موجودة وجاهزة للانطلاق إلى هناك. من يحدد ما هي الألوية؟ من يحدد حجم التسليح الذي سيمنح لها؟ هذا ربما ما تحسمه الأيام القادمة من خلال نقاش جدي وتجاوز لنقاط الاختلاف بين الحكومة والرئيس، خاصة إذا تمكنت أو إذا اجتازت الإمارات عقدة الفرز والتصنيف لمنتسبي الجيش اليمني، على اعتبار أنهم في النهاية مع اختلاف انتماءات اليمنيين الذين انخرطوا في المؤسسة العسكرية هم يتبعون قيادة واحدة، هذه القيادة تابع يعني تنفذ أجندة السلطة الشرعية المنسقة بشكل كامل مع التحالف، بالتالي سيحتاجون إلى المزيد من الألوية لتغطية هذه المساحات المفتوحة. لكن يعني حين حاول الرئيس توجيه ألوية عسكرية من عدن الحديدة قبل بالرفض، يعني كيف يعني والحديث أن قوة طارق ستقوم باللازم، يعني أليست يعني نقطة استفزازية وفي نفس الوقت يعني تجعلنا نتساءل إذا هم بحاجة لما تقول يعني من هذا العدد من الألوية، لما لا يستعان بألوية تتبع فعلا الشرعية؟ قوة طارق يعني هم هناك محاولة لتضخيم دورها ولتضخيم وجودها، هي في النهاية مجامع عسكرية في طور التشكل، ليست بالعدد ولا بالقدرة ولا بالقوة التي تصور عليها، وقد لاحظنا خلال الفترة الماضية كان دورها ثانوي في معركة الساحل الغربي، كان الدور الأكبر على الألوية العمالقة وعلى ألوية تشكلت من أبناء تهامة وتم تدريبها خلال الفترة الماضية، هي صاحبة الدور المحوري، بينما انحصر دور المجامع أو الوحدات التابعة لطارق صالح في تأمين المناطق التي تم الاستيلاء تم تحريرها، وحتى أن هذه المناطق بعضها سقطت في يد الحوثيين مرة أخرى، لأنه في النهاية كم حجم أو كم العدد الذي عدد المنخرطين في القوات التابعة لطارق صالح، أيضا ما مدى شعور هؤلاء الأشخاص الذين انتظموا قريبا في هذه الوحدات العسكرية شعورهم أو إيمانهم بالقضية التي يقاتلون من أجلها، لأنه أنت خلال 3 سنوات وأنت تعبئ شخص بأنه يقاتل العدوان وكان يقاتل إلى جانب الحوثيين و يعني يقاتل قوات الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية في نظره عملاء ومرتزقة، خلال يوم وليلة ستعيد البرمجة لهذه الأعداد ليتحولوا 100%. أعتقد أنه حتى مع الآن يعني لم يتم الاعتراف على افتراض صدق النوايا لدى هؤلاء المقاتلين ولدى القيادة، يحتاجون إلى وقت لإعادة برمجتهم ولإعادة ضبط العقيدة الوطنية التي يقاتلون عليها على أساسها أنهم يخوضون معركة لاستعادة بلاد يعني شاركوهم في تسليمها للحوثيين، بالتالي أعتقد أن المراهنة على هذه القوات أو تضخيم دورها هو يعني أمر بعيد عن الواقع، وسيحتاجون اليوم أو سيدركون إذا لم يدركوا اليوم أنهم بحاجة لوحدات من القوات العسكرية أو ما نسميه الجيش الوطني، سيدركون هذه الحقيقة غدا وسيكون قد تأخر الوقت، سيدفعون ثمن أكبر. نعم، في أقل من دقيقة أستاذ علي، هناك تكهنات بأن الرئيس هادي قد يعني يوقف دور الإمارات، ما مدى إمكان ذلك؟
أنا أستبعد ذلك في الوقت الراهن، هي معركة شد وجذب، سيستمر الطرفان ممسكين بالخيط مع أنه يعني بين شد وجذب حتى تنتظم العلاقة ويتم تسويتها لتصبح في إطارها الطبيعي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك علي الفقي نائب رئيس تحرير موقع المصدر أونلاين، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.